السلام عليكم احبتي متابعي تقنيتك، اعتذر عن رداءة الصوت، الله يبعد عنكم المرض. رسميا ابل تحدد موعد المؤتمر السنوي WWDC الخاص بالمطورين يوم 25 يونيو واللي راح ينعقد في سان خوسيه في كاليفورنيا. وللناس اللي تسأل عن هذا المؤتمر، فهو مؤتمر سنوي تقوم ابل من خلاله بالكشف عن اصدارات الانظمة الجديدة. فمن المتوقع ان تعلن ابل عن اصدار الاي او اس 11 وايضا الابتكارات والمميزات الجديدة على حواسيب الماك في نظام الماك او اس سييرا وأنظمة التلفاز الأبل تي في، بالإضافة إلى نظام الساعة الواتش أو إس. تقارير مثيرة جدا عن الآيفون 8، فحسب الصور اللي ظهرت وحسب المحلل KGI أن الآيفون 8 أو نسخة X من الآيفون 8 راح تجي بشاشة 5.8 إنش، وبالأسفل راح تحتوي على التاتش بار، نفس الشريط الرائع اللي شفناه في الماك بوك برو الأخيرة. وهذا التقرير ربما يؤيد التقارير الأخيرة عن نية أبل دمج مستشعر البصمة ضمن الشاشة أو ضمن التاتش بار هذه المرة. لذلك أتوقع التاتش بار ميزة مهمة راح تفتح الكثير من المجالات في السوفتوير لأبل والمطورين. هواوي بي 10 تسربت له صور رسمية من خلالها يتضح تصميم الهاتف والفلسفة الجديدة الغريبة نوعا ما اللي تتبعها هواوي من خلال نقل زر البصمة من الخلف إلى الأمام. ونلاحظ الهاتف مع إطارات وحواف مدورة وألوان أكثر إشراق مع اللون الأخضر والذهبي والأزرق. تصميم البي 10 كما هو واضح يجي مع حواف منحنية في أطراف الشاشة، نفس الإج اللي شفناها في هواتف سامسونج. يبدو أن سنة 2017 راح تكون مهمة على صعيد إطلاق مساعد شخصي للهواتف الذكية لشركات كثيرة، على غرار المساعد الشخصي سيري الموجود في أجهزة أبل وجوجل أسيستنت اللي موجود في هواتف بيكسل. فبعد ما تحدث التقارير عن إمكانية قدوم الجالكسي S8 بمساعد شخصي من تطوير سامسونج اسمه بيكسبي ليتم دمجه مع الهاتف، يبدو أن هواوي تعمل أيضا على ذلك. من خلال الشائعات اللي وردت فإن هواوي لديها فريق مكون من 100 مهندس يعمل بالفعل على تطوير مساعد خاص لشركة هواوي، ويبدو أنها السنة خاصة للمساعد الذكي في الهواتف الذكية، لأن التقارير الماضية تكلمت عن قدوم الالجي جي 6 من الجي مع مساعد جوجل أسيستنت اللي كان حصري لهواتف بيكسل. حصة بلاك بيري في سوق الهواتف الذكية تصل إلى 0%، ويبدو أن بلاك بيري يجب أن تفكر بعيدا عن سوق الهواتف في هذه الفترة قبل أن تعود بفكرة أو هاتف ثوري في المستقبل. فحسب تقرير غارتنر فإن حصة بلاك بيري من مبيعات سوق الهواتف الذكية بلغت 0%، مع هيمنة واضحة لنظام الأندرويد اللي حصل على 81% مقابل 17% لنظام الآي أو إس الخاص بالآيفون.